بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس العاشر. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة وهي أن الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أن يجري المباهلة بينه وبينهم لما بين سبحانه وتعالى حقيقة المسيح عيسى بن مريم الذي اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بين حقيقة المسيح وأنه عبد الله ورسوله وليس له من الربوبية والألوهية شيء وإنما هو رسول كسائر الرسل وعبد من عباد الله كسائر الأنبياء والمرسلين لما بين هذا ودعاهم إلى المباهلة عليه وأن
المسلمين والنصارى يجتمعون الرجال والنساء والذرية يجتمعون فيدعون باللعنة على الكاذب، ونجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. فلما نكلوا وأبوا أن يباهلوا تبين ما هم عليه من الباطل والضلال، حينئذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أن يدعوهم إلى كلمة سواء، أي عدل، كلمة سواء يعني عدل ليس فيها جور على أحد، ليس فيها جور على أحد، وإنما هي عدل يروى بها من كان قصده الحق، يرضى بها من كان قصده الحق، لأن العدل لا أحد يكرهه، وإنما الذي يكره هو الجور، ولا يكره العدل إلا من عنده خبث في عقيدته وتلوث في فكره، هو الذي لا يريد العدل وإنما يريد التعصب لما هو عليه. وقال الله جل وعلا في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة ليس فيها جور على أحد، وإنما هي عدل وصواب. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هل هذه كلمة ولا كلام؟ هذه كلام، والعرب تطلق على الكلام بأنه كلمة، والأصل أن الكلام هو اللفظ المفيد وهو الجملة الاسمية أو الفعلية، ولكن وأن الكلمة هي اللفظ المفرد، الكلمة ليست جملة وإنما هي لفظ مفرد، هذا في اصطلاح النحويين. ولهذا يقول الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد. من هذا الباب وقوله إلى كلمة، مع أن الذي ذكره سبحانه كلام دل على أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، وأن هذا أسلوب عربي معروف. ولهذا تسمعون الآن في الحفلات وفي فلان ألقى كلمة، هل معناه أنه قال كلمة واحدة أو قال كلاما وخطبة ومحاضرة؟ بل معناه أنه أطلق، أنه ألقى كلاما كثيرا سمي كلمة، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بيننا معشر المسلمين وبينكم يا أهل الكتاب، لا جور فيها على أحد منا ومنكم، ألا نعبد إلا الله، لا نعبد المسيح أو عزيرا أو نعبد الأحبار والرهبان كما أنتم عليه،
بل لا نعبد إلا الله، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الذي خلق الله الخلق يعني الجن والإنس من أجله. إذن فالذي ينحرف عن هذا ويعبد غير الله هذا منحرف في عقيدته، مشرك بالله عز وجل، كافر، لأنه عبد غير الله. العبادة حق لله جل وعلا، ودل هذا على أنه لا يجمع الناس إلا التوحيد، لا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي يرضى بما كل منصف، وهي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن عبادة ما سواه تفرق الناس، تشتتهم. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. العبادة حق لله جل وعلا، ولا يجتمع الناس إلا على عبادة الله وحده. أما إذا عبدوا غيره تفرقوا، وكل له آلهة وكل له معبود، كما عليه المشركون قديما وحديثا، وكل واحد لا يرضى بعبادة آلهة الآخر، يحصل التفرق والاختلاف، وربما يحصل القتال. فلا يجمع الناس إلا عقيدة التوحيد التي بعث الله بها رسله. أما أن يقال تعالى ونجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به، هذا كلام باطل. نجتمع على عقيدة التوحيد هي التي تجمعنا، أما أننا نتراضى وكل يسكت على ما هو عليه ويعبد غير الله، هذا ما يمكن، هذا مستحيل، هذا من المستحيلات أن الناس يجتمعون مع اختلاف عقائدهم، وإنما يجتمعون على عقيدة واحدة ودين واحد. فالذين يريدون الآن ينادون بتوحيد الأمة الإسلامية، إذا كانوا صادقين عليهم بإصلاح العقيدة، هؤلاء عليهم بإصلاح العقيدة واجتماع الكلمة على التوحيد، وبهذا تجتمع الأمة حقا. أما أن تجتمع ولها اعتقادات ولها عبادات غير مشروعة، لا يمكن هذا. ألا نعبد إلا الله، إلا الله، لا نعبد إلا الله، هذا حصر، أي لا نعبد غيره. ثم أكد هذا بقوله: ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، هذا تأكيد للحصر، أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل معبود سواه فهو باطل وضلال. أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها إثبات عبادة الله وحده ونفي عبادة ما سواه. وقوله: إلا نشرك به شيئا، كلمة شيئا تعم كل معبود من دون الله، سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء والصالحين أو من الجن أو من الإنس
أو من الأشجار والأحجار أو الأصنام والأوثان كله يدخل تحت قوله شيئا، ولا نشرك به شيئا أي شيء كان. فالله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين. العبادة حق لله وحده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا في الطاعة، لا نطيع إلا أوامر الله ونواهيه، لا نطيع قول فلان وفلان، فتوى فلان وفتوى فلان بدون دليل، هذا لا يجوز. هذا فعل النصارى واليهود، قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هل معناه أنهم سجدوا لهم أو ذبحوا لهم أو لا؟ هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسره لعدي بن حاتم لما قال له لما سمع هذه الآية، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، إذا ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مع أنهم لا يعبدونهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، شرك الطاعة. فلا يطاع أحد في تحليل حلال أو تحريم حرام إلا الله سبحانه وتعالى. الحلال ما أحله والحرام ما حرمه. وأما أن أحدا يحل ويحرم من غير دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون العالم أخطأ في اجتهاده ولم يتعمد، هذا معذور، له أجر معذور، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ قوله ولا أن نعمل بقوله إذا غلط وأخطأ. أما إذا أخذنا أقوال العلماء قضية مسلمة ولا نعرضها على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، فهذا هو فعل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآن في من يقول ما دام المسألة فيها خلاف وفيها أقوال نأخذ ما يناسبنا من الأقوال، وهذا يدل على سعة الشريعة، وعلى نقول لا، ما نأخذ ما يناسبنا من الأقوال إلا ما وافق الدليل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. أما أننا نأخذ أقوال الفقهاء والعلماء قضية مسلمة نقول هذا هو الشرع وهذا هو الدين وهذا هو اللي يصلح من دون دليل، فهذا هو فعل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نسأل الله العافية. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا لم يقبلوا هذا النداء الذي دعوتهم إليه فأعلنوا البراءة منهم، أقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أعلنوا البراءة منهم ولا تداهنوهم في ذلك، بل أعلنوا أنكم براء منهم وأنكم مسلمون
وهم غير مسلمين. وهذا كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالمسلم يعتز بدينه ويتميز بدينه ولا يساوم عليه أن يداهن الكفار والمشركين واليهود والنصارى، بل يعلن البراءة منهم ومن دينهم. هذا هو دين الإسلام، ويشهدوا بأننا مسلمون منقادون لله عز وجل. الإسلام هو الانقياد لله للطاعة سبحانه، هو الانقياد لله للطاعة والبراءة من الشرك وأهله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام، وهو هذا التعريف مأخوذ من هذه الآية وأمثالها. هذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله لنبيه قل اشهدوا بأننا مسلمون. ليس الإسلام بالتسمي فقط، ولكن الإسلام حقيقة. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فلا يطاع إلا الله، ورسول الله تابع طاعته لطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمطاع هو الله وحده، والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فطاعة الرسول طاعة لله لأنه مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما غير الرسول من العلماء يخطئ ويصيب، فلا نقبل منه إلا الصواب ولا نقبل الخطأ. فإن قبلناه صرنا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هناك دعوة يدعيها اليهود والنصارى، ويدعيها المشركون، ويدعيها المسلمون أيضا، أربع طوائف، وهي كل طائفة تدعي أنها على دين إبراهيم. فاليهود يدعون أنهم على دين إبراهيم، النصارى يدعون أنهم على دين إبراهيم، مشرك العرب يدعون أنهم على دين إبراهيم، المسلمون يدعون أنهم على دين إبراهيم. فمن هو المحق في هذا؟ من هو المحق في هذا؟ قال تعالى يا أهل الكتاب، قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في يا أهل الكتاب تعالوا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. لما تحاجون في إبراهيم؟ كل واحد يدعي أنه على دينه، مع أن اليهودية حدثت بعد إبراهيم بألف سنة، النصرانية حدثت بعد إبراهيم بألفي سنة، فكيف يكون المتقدم تابعا للمتأخر؟ هذا من العجائب. اليهود هم أتباع موسى عليه السلام في العصر، وإن كانوا حرفوا وغيروا وبدلوا فيما بعد. موسى متى بعث؟ بعث بعد إبراهيم بقرون طويلة، بألف سنة،
كما ذكر المؤرخون. النصارى هم في الأصل أتباع المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم بعث بعد إبراهيم 2000 سنة، بينه وبين موسى 1000 سنة، فكلهم متأخرون عن وقت إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون إبراهيم على دين اليهود أو إبراهيم على دين النصارى؟ هذا محال أن يكون المتقدم بزمان طويل تابعا للمتأخر، وإنما العكس، إنما العكس هو الصحيح. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة التي بيد اليهود والإنجيل التي بيد التوراة التي أنزلت على موسى عند اليهود والإنجيل الذي أنزل على عيسى عند النصارى؟ ما أنزل الكتابان إلا من بعده لقرون طويلة. إذن بطل ادعاءهم أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. أفلا تعقلون؟ هذا خالف العقل أن تجعل المتقدم تابعا للمتأخر بأزمان طويلة، هذا لا يقره عقل، وإنما هو مكابرة من اليهود والنصارى. فتبين أنهم ليسوا على دين إبراهيم بالحجة والبرهان. ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بزمن طويل. أفلا تعقلون؟ ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أنتم الآن أنكرتم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في كتبكم، صفات هذا الرسول ودعوة هذا الرسول موجودة في كتبهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. جادلوا في هذا وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جحدوها مع أنها في كتابهم وعندهم علم بذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حاججتم فيما لكم به علم في كتابكم عن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أصلا ما عندكم دليل ولا حجة وهي أنكم على دين إبراهيم عليه السلام، مع أن إبراهيم متقدم بزمان طويل على ملة اليهود وملة النصارى. فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، علمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالمعلم هو الله جل وعلا على يد رسله عليهم الصلاة والسلام بالوحي المنزل. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم الله سبحانه وتعالى. أنتم أعلم أم الله أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أخبر أنهم ليسوا يهودا ولا نصارى. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال جل وعلا مبينا للحكم الفاصل في هذه المسألة،
وبين من هم أتباع إبراهيم على الحقيقة ومن هم الذين ليسوا على دين إبراهيم. فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ثم قال: ولم يكن من المشركين. وكل هذه الطوائف الثلاث لا علاقة لها بإبراهيم عليه السلام، لا علاقة لها بإبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إذن ماذا يكون؟ كان حنيفا مسلما، كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. دينه دين الله جل وعلا، لا دين له إلا ما شرعه الله له، ولكن كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، هذا هو الحنيف. مسلما مستسلما لله جل وعلا، منقادا له، مطيعا له. فدل على أن الإسلام اسم لكل من عبد الله عز وجل على وفق ما شرعه في كل وقت بحسبه. فإبراهيم مسلم، وإسحاق ويعقوب مسلمون، وكل من عبد الله بما شرعه وأخلص العبادة فهو مسلم في أي قرن كان، من آدم إلى آخر الخليقة كلهم يسمى مسلمين. فإبراهيم مسلم، وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون، وأتباعهم أيضا أتباع الأنبياء مسلمون، لأنهم عبدوا الله بما شرع على ألسن الرسل وأخلصوا له العبادة فهو مسلم، هذا هو الإسلام. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أمر العالم كله والجن والإنس أمروا أن يتبعوا هذا الرسول، فهذا هو الإسلام. الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به، هو ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكل من اتبع نبيا أو رسولا على التوحيد فإنه مسلم، فإنه مسلم، ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين، فنفى ما يدعيه المشركون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، لأنهم مشركون وإبراهيم موحد، فكيف يجتمع التوحيد والشرك؟ هذا لا يمكن. إبراهيم موحد مخلص لله عز وجل، وهؤلاء المشركون يعبدون اللات والعزى ومنات والأصنام والأحجار والأشجار، إذن دعواهم الانتساب إلى إبراهيم دعوة باطلة. هذه الفئات الثلاث، اليهود النصارى المشركون، لا علاقة لهم بإبراهيم. أما المسلمون فإنهم هم الذين لهم العلاقة بإبراهيم عليه السلام، ولهذا قال: إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، للذين اتبعوه. فمن تبعه من اليهود والنصارى على التوحيد فهو على دين إبراهيم، وأما من عبد غير الله من اليهود والنصارى والأميين فهو على غير دين إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم، أي أقرب الناس إلى إبراهيم، للذين اتبعوه على دينه، لا من خالفه عن دينه، ليس من أتباع إبراهيم عليه السلام. وهذا النبي الذين اتبعوه قبل هذا النبي من الأمم السابقة هم على دين إبراهيم، إذا وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أمته، هؤلاء هم أتباع إبراهيم عليه السلام على الحقيقة الصادقة، لا الدعوة الكاذبة.
وهذا النبي والذين آمنوا. ثم قال والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين يتولاهم سبحانه بنصره وتأييده وإعانته ومحبته لهم. الولاية معناها المحبة والنصرة والتأييد. فالله ينصر هؤلاء، ينصرهم الذين اتبعوا ملة إبراهيم، الله جل وعلا وليهم وناصرهم على غيرهم إلى أن تقوم الساعة. والله ولي المؤمنين. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية. والله ولي المؤمنين. ثم قال جل وعلا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يخبرنا تعالى أن من أهل الكتاب طائفة وفرقة حسدون على هذا الدين ويريدون أن يحرفون عنه وأن يصرفون عنه إلى الكفر، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد. فاليهود والنصارى لا يعلون يريدون صرف المسلمين عن دينهم من قديم الزمان وحديثه، وها هي أعمالهم الآن، أعمالهم الآن ظاهرة في الصد عن دين الله وإغراء المسلمين بأن ينصرفوا عن دينهم وأن يأخذوا ظلم الكفار وقوانين الكفار وأن يتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ديدنهم، فلا نفق منهم أبدا، لا نفق من اليهود والنصارى أو نعتبرهم أصدقاء وناصحين لنا أبدا، يبيتون لنا العداوة دائما وأبدا، فلنكن منهم على حذر. ودت طائفة من أهل الكتاب، طائفة يعني فرقة، لأن ليس كل أهل الكتاب كفارا، بل منهم المسلمون إخواننا وهم الذين آمنوا بالله ورسله وعبدوا الله وحده لا شريك له واتبعوا أنبياءهم، هؤلاء إخواننا. إنما طائفة من أهل الكتاب اليهود والنصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهنا يقول ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن دينكم، يضلونكم عن دينكم. وسبحان الله، هذا واقع الآن من اليهود والنصارى نحو المسلمين، يكيدون لهم ويدبرون لهم الحيل لصرفهم عن دينهم، ويلقون الشبهات ويلقون المغريات، وأحيانا يهددون وهددون ويخوفون المسلمين إن لم يتركوا دينهم. فالله حذرنا منهم، حذرنا منهم لنأخذ حذرنا من اليهود والنصارى وألا نحسن الظن بهم أبدا، لأنهم أعداء. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ولكن هل يمكن هذا؟ لا يمكن بإذن الله أن الأمة المحمدية كلها تضل. يمكن يضل منها من يضل، لكن سيبقى على هذا الدين من يبقى إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وما يضلون إلا أنفسهم. الله يرد كيدهم في نحورهم عن هذه الأمة المحمدية، فلا يمكن أن يصرفوها كلها
أو أن يطمسوا دين الإسلام كله، لا، الله تكفل بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا تيئيس لليهود والنصارى أن المسلمين يتركون دينهم، لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعرون أنهم يضرون أنفسهم ويضلون أنفسهم بذلك، وأنهم يحفرون لأنفسهم لا يشعرون بذلك، لأن الله أعمى بصائرهم، أعمى الله بصائرهم، فهم يعملون أعمالا ضدهم هم، ولم يكيدوا ولم يدركوا من الإسلام، ولم يدركوا من الإسلام ما يريدون من إطفائه. قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما يمكن اليهود والنصارى أنهم يمنعون انتشار هذا الدين ويمنعون قبول الناس له. الآن اليهود والنصارى جاء الدين الليل والنهار في أن هذا الدين لا يمتد، ولكنه ولله الحمد يمتد، يمتد في الأرض. هل هناك بقعة في الأرض المعروفة الآن ليس فيها مسلمون؟ ما يعلم أن هناك بقعة في القارات السبع ليس فيها مسلمون، والإسلام يزيد ولله الحمد ويدخل الناس فيه، ولا يستطيع النصارى واليهود أنهم يحدثون هذا الدين من الامتداد والوصول إلى القلوب والوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها، إما بالدعوة وإما بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم إن الله ناداهم، نادى أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، شوف يا أهل الكتاب، لماذا ناداهم بهذا الاسم؟ هذا من باب تعييرهم أنهم أهل الكتاب وأهل العلم، ومع هذا يعملون هذه الأعمال الباطلة التي ينهاها عنهم كتابهم الذي بأيديهم. يا أهل الكتاب دل على أن العالم غير الجاهل، العالم غير الجاهل الذي يأتي الأمور عن جهل، أما الذي يأتيها وهو عالم هذا أشد. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، لما تكفرون بآيات الله في القرآن وقبله تكفرون بالتوراة والإنجيل التي فيها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن، لما تكفرون بهذا؟ لما تكفرون بآيات الله في التوراة والإنجيل والقرآن على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وأن من يريد الحق يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من يريد اللجاجة والباطل والتعصب الأعمى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر هذا الدين شيئا. لما تكفرون بآيات الله؟ هذا إنكار عليهم، وأنتم تشهدون بهذا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تشهدون هذا في كتابكم، تشهدون هذا في الأدلة والبراهين على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وقبله رسالة المسيح، لأن اليهود جحدوا رسالة المسيح عليه السلام. النصارى غلوا في المسيح وعبدوه من دون الله، فهم كلهم على خلاف ما في كتابهم الذي بأيديهم. لما تكفرون بآيات الله؟ تعبدون غيره، تعبدون المسيح وعزيرا وأنتم تشهدون، تعرفون من كتابكم ومما أنزل الله أنكم على خطأ وأنكم على ضلال، تشهدون على أنفسكم. لما تكفرون بآيات الله
وأنتم تشهدون. هذا يعم كل من خالف العلم وخالف الحق من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة. الذي يعرف الحق ويعرض عنه ويأخذ بخلافه ويتبع هواه هو من هذا الفريق، نسأل الله العافية. ليس هذا خاصا بأهل الكتاب. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ تقولون إن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها حق وكلها دين إبراهيم، يقولون كلها دين إبراهيم، لما تلبسون الحق بالباطل؟ تساوون الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه بما أنتم عليه من الشرك والكفر والضلال، وتقولون كله حق. هذا من خلط الباطل، لبس الحق بالباطل أي خلطه، وهذا أمر لا يجوز لا لأهل الكتاب ولا لغيرهم. لا يجوز لبس الحق بالباطل، بل يجب أن يبين الحق ويبين الباطل. رضي من رضي وسخط من سخط من الناس. وأنتم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ شوف، وتكتمون الحق الذي تعلمونه في كتابكم في التوراة والإنجيل، أن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. لماذا تكتمون هذا؟ تكتمون الحق وأنتم تعلمون الحق لكنكم لا تريدونه، وإنما تريدون أهواءكم ورغباتكم الباطلة والحسد الذي حملهم على هذا، نسأل الله العافية. الحسد حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم عليه السلام، الحسد حمل هابيل على قتل قابيل ابن آدم لما حسد أخاه قتله، فيحمل على قتل النفوس الحسد. الحسد منع اليهود والنصارى من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه على حق، وهكذا كل من لم يقبل الحق حسدا لمن دعا إليه وقام به من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يدخل في هذا. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. نسأل الله عز وجل يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق واليقين. آمين. اللهم أعينا من نزغات الشياطين. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول سماحة الشيخ: ما حكم المنتديات والمراكز الصيفية التي يكون فيها حفظ للمتون والأناشيد ولعب الكرة دون العلم النافع؟ أما المراكز الصيفية وغيرها فهي تشتمل على مفيد وعلى غير مفيد، ما كلها فاسدة ولا كلها صالحة، فيها وفيها، فيأخذ الحق والمفيد ويترك ما عداه. حفظ القرآن وحفظ المتون شيء طيب، أما غير ذلك من
التمثيليات والأناشيد وهذا لا فائدة فيه ولا منفعة فيه فيترك. نعم. ما معنى زمزم لما شرب له؟ على حسب نية الشارب، إن شربه شربه عبادة، شربه عبادة، من شربه ليتشافى به من مرض، من شربه لتطهير قلبه أن يطهره الله من الوساوس والشكوك والأوهام، من شربه يريد الأجر والثواب تعبدا لله فهو لما شرب له. نعم. يقول: إذا كنت أطوف وأقيمت الصلاة ولم أكمل طوافي، هل بعد الصلاة أبدأ من جديد أو أبني على ما سبق؟ تبني على الأشواط السابقة، أما الشوط الذي صليت فيه تستأنفه من جديد من الحجر. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ نعم، كان يرددها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، لما فيها من العبرة والعظة، وهي ما ذكره الله عن المسيح عليه السلام أنه يوم القيامة إذا قال الله له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، وكنت رقيبا عليهم شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم. نعم. يقول: هل يمكن أن تركب زوجتي أو أختي وحدها في السيارة مع صديقي برفقة زوجته؟ نعم، إذا كان له سفر وإنما لداخل البلد ومعه من تزول به الخلوة، معك زوجك لا مانع من ذلك، لأن هذا ما فيه خلوة، لما كان فيه امرأة ثانية ما صار فيه خلوة، الخلوة أن تركب امرأة مع رجل غير محرم لها ليس معهما أحد. نعم. تقول: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان؟ إنه صلى الله عليه وسلم كان يبشر به ويحث أصحابه على اغتنامه وعلى العمل الصالح فيه ويبين لهم فضائل هذا الشهر. نعم. تقول: إذا كنت أخشى من الفتنة في بلدي، هل يمكن لي أن أسبل إزاري وأقصر لحيتي حتى أحصل على عمل؟ يا أخي، لا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تساوم على دينك، لا تساوم على دينك ولا تعصي الله بالإسبال أو بحلق اللحية، عليك أن تثبت على دينك، والرزق بيد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. من كان في البر والخلاء وغربت الشمس وكان صائما، هل عليه أن يفطر؟ إذا كان في البر ويرى الشمس غربت والليل أقبل من الشرق يفطر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار من ها هنا، إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. نعم. فعلامة غروب الشمس أن ترى الليل مقبلا من الشرق. نعم. هل نشهد للصحابة رضوان الله عليهم بأعيانهم بالجنة؟ نعم، الصحابة في الجملة في الجنة، أما أفرادهم
فنحن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، ونرجو لغيرهم الجنة رجاء، أما الجزم ما يجزم إلا بدليل. نعم. هذا السائل يقول: ذكر في القرآن الكريم الثعبان والحية، ما الفرق بينهما؟ الثعبان هي الحية، أسماء وشيء واحد. نعم. هل يجوز اتخاذ فناء المسجد أو ساحة المسجد أو التي خلف المسجد مباشرة مصلى للعيدين؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز اتخاذ فناء المسجد أو ساحة أو الساحة التي خلف المسجد مباشرة مصلى للعيدين؟ هذا حسب الحاجة، إذا كان ما فيه صحراء قريبة خارجة عن البلد فلا بأس أن تصلوا العيدين في المسجد أو في ساحة المسجد أو قريب من المسجد حسب الحاجة. نعم. عندما جئت للوضوء وجدت سائل أبيض في الثياب، ما حكم الصلاة بهذا السائل؟ إذا كنت تعلم أنه خرج في الصلاة أنك تعيد الصلاة، أما إذا كنت لا تعلم متى خرج فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لأنك لم تجزم أنه خرج في الصلاة. نعم. يقول: من نظر إلى المرأة بشهوة وهو متوضئ هل انتقض وضوءه؟ إذا خرج منه شيء، إذا نظر إليه بشهوة وخرج منه شيء ملي ولا مني ينتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج شيء فهو فعل محرما وعليه التوبة والاستغفار ووضوءه باقي صحيح. نعم. ما نصيحتكم للمرأة التي ترفض تعدد الزوجات؟ ما تطاع، اللي ترفض تعدد الزوجات لا تطاع، بل للرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، لكن يجب عليه العدل، العدل بين الزوجات. نعم. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم. ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن الضرورات الخمس؟ كتب الأصول، كتب الأصول، أصول الفقه. نعم. يقول: أرضعتني امرأة من غير أمي، وادعت والدتها أنها رضعت لبن أبو البنت التي خطبتها قبل. الله يرجع فيها إلى القاضي، يرجع فيها إلى القاضي ليحقق فيها ويتثبت منها، لابد من الرجوع إلى القاضي في المحكمة أو المفتي المعتمد، يرجع إليه في تحرير مسائل الرضاع. ما مقدار الدينار بالريال السعودي الذي ذكر في كفارة إتيان الرجل امرأته وهي حائض؟ الدينار مثقال من الذهب، مثقال من الذهب، هذا الدينار الإسلامي، وإذا أردت أن تعرف قيمته بالنقود المعاصرة اسأل الصيارفة، اسأل الصيارفة عن ذلك. نعم. يقول: تدخل علينا بضائع في السوق وهي من دولة مجاورة لنا وهي مخالفة لأمر ولي الأمر، أي تدخل بدون رخصة، هل يجوز أن نشتريها ونتاجر فيها؟ ما دام من المباحات من الحلال فلا بأس بذلك، ولكن الذي دخلها يتحمل المسؤولية أمام الحكومة، مسؤولية عليه، أما الحلال حلال لا يحرم. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله لأحد السائلين عدم جواز أخذ المرأة من مال زوجها البخيل، ماذا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لزوج سفيان رضي الله عنه؟ هذا ممتنع يا أخي، هذا ممتنع أن ينفق، ما إذا كان الزوج منفق لا يجوز لها أن تأخذ شيئا بغير إذنه، إنما قضية هند بنت عتبة زوج أبي سفيان هذه قضية الزوج الممتنع، تقول إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. يقول: أنا طالب علم وأريد أن أواصل طلب العلم، والدي لا يسمح لي، وإذا ذهبت بدون إذنه يهددني بالدعاء علي، فبماذا توجهونني وأنا في حيرة شديدة من أمري؟ عليك بإقناعه وشرح الحالة، وأن
أنه إذا مكنك من طلب العلم يناله الأجر معك وأقنعه بهذا، ولا أظنه يمتنع إن شاء الله. لكن المشادة ما تصلح، المشادة بدون أنك تبين له ودون أنك تقنعه ما تصلح هذا. نعم. ما حكم تخصيص شعبان بالصوم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم من شعبان، إلا أنه لا يستكمله، ولا بأس بالصيام من شعبان ويكثر الصيام منه، إلا أنه لا يصومه كاملا. نعم. نريد من سماحة الشيخ أن يبين القول الراجح في عدد صلاة ركعات التراويح، وما حكم من لا يصلي مع الإمام في الحرم إلا 11 ركعة؟ عدد صلاة التراويح ليس فيه حد محدود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حدد لنا، بل حث على قيام الليل وعلى قيام رمضان، ولم يحدد لنا حدا بين. ولكنه هو صلى الله عليه وسلم في نفسه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 13 أو 11، لكنه كان يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جمعا بين الأدلة، يقول: من كان يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان يخفف القراءة والقيام والركوع والسجود فإنه يزيد في عدد الركعات، كما كان الصحابة يصلون 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون التراويح 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، وكانوا يخففون مراعاة لأحوال المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم من أمّ الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة، فيراعون أحوال المأمومين، ما يتحملون الإطالة، فيخففون في الصفة ويزيدون في الركعات مقابل التخفيف. هكذا، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. أما الذين ينصرفون قبل انصراف الإمام هؤلاء حرموا أنفسهم من الثواب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هؤلاء حرموا أنفسهم من هذا الثواب العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا عددا، قال: لا تصلوا أكثر منه.